موضوع اليوم يتعلق ببعض الأخطاء الشائعة في اللغة الفرنسية، نطق الخاطئ لبعض الحروف الفرنسية. الخطأ الأول، الكثير منا ينطق الحرف هكذا إيغري، وهذا خطأ شائع. الصواب هو أن ننطقه إيغري وليس إيغري كما ينطق عادة، إيغري. الخطأ الثاني، جو في او دكتور، هذا خطأ. الصواب وهو أن نقول جو في شي لو دكتور. للأشخاص نستعمل دائما شي، وللأماكن نستعمل أ ألا أ الأبوستروف أو أو. خطأ شائع آخر، الكثير من الناس عندما يودون قول إلى آخره بالفرنسية يقولون اكسيتيرا، وهذا خطأ. والصواب هو أن نقول اتسيتيرا اتسيتيرا وليس اكسيتيرا. بون انيفيرسير، خطأ، لا نقول بون انيفيرسير، الصواب هو بون انيفيرسير بون انيفيرسير. بون نوي، خطأ، الصواب هو بون نوي بون نوي. الخطأ الشائع الآخر، نقول في نفس الوقت أو ميم طون، وهذا خطأ شائع. الصواب وهو أن نقول أو ميم طون أو وليس أو أو ميم طون. إذن كانت هذه بعض الأخطاء الشائعة في اللغة الفرنسية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.